المسألة الرابعة أو الخامسة على حسب ترتيبكم، سوف يطل علينا بعد أيام قليلة شهر عظيم قد خصته الأدلة بخصائص عظيمة، خصائص عظيمة لهذا الشهر لا يشاركه غيره من شهور العام. فرمضان سيد الشهور بالإجماع، رمضان سيد الشهور بالإجماع، وهذه السيادة ترجع إلى جمل من الخصائص الشرعية. فما خصائص هذا الصيام أو هذا الشهر؟ أقول لقد ذكرت الأدلة جملا كثيرة من الخصائص. من خصائص رمضان أنه من الأعمال التي اختص الله عز وجل عبده بثوابها من غير حصر ولا عدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ومنها كذلك أنه من أعظم العبادات الدالة على وجود الإخلاص في القلب. إذا مر عليك شهر الصيام من غير إخلال ولا إفطار بلا عذر فأنت من المخلصين بإذن الله عز وجل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة فيما يرويه عن ربي عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن هذا شهر الإخلاص. ومنها كذلك أنه جنة، أن الصوم جنة، والمراد بالجنة يعني الحامي والساتر. فالصوم جنة يجتن بها العبد من الوقوع في الذنوب والمعاصي، ويجتن بها العبد من ولوج النار يوم القيامة. فهو جنة يحميك من الوقوع في الذنوب والمعاصي الموجبة لك الشقاء في الدنيا والآخرة. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ومن خصائصه كذلك أن الدعوات فيه لا تكاد ترد، أن الدعوات فيه لا تكاد ترد، حتى الدعوات التي تصدر من بعض من يأكل الحرام ربما لا تجاب إلا في شهر رمضان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له ليس دليلا على أنه لا يستجاب له، ولكن هذا تبعيد الاستجابة، لكن قد يستجاب له لكنه يبعد أن يستجاب. فإذا المقصود التبعيد، ليس المقصود المنع، ليس المقصود المنع. فإذا كثير من دعوات أهل من يأكل حراما لا تستجاب إلا في رمضان لقوة استجابة الله عز وجل في هذا الشهر. ولعل هذا المعنى هو الذي جعل الله عز وجل يدخل آية استجابة الدعاء في ثنايا آيات الصيام، فإنه ذكر آيتين من آيات الصيام ثم قال: وإذا سألك، في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال: أحل لكم ليلة الصيام. فإذا أدخل آية استجابة الدعوات في ثنايا آيات الصيام من باب الإشعار بأن هذا هو شهر الدعوات. فإذا عجزت نفسك عن الدعاء في غيره فإياك أن تفتر أو تكسل عن الدعاء في هذا الشهر. فألح على الله عز وجل بما تريده من خيرات الدنيا والآخرة مما فيه نفعك في عاجل أمرك وآجله في هذا الشهر، ألح على الله عز وجل وتحرى أوقات الإجابة لا سيما في آخره، لا سيما في ليلة القدر. ومنها كذلك أن هذا الشهر من الأسباب الموجبة لتفريج العبد لتفريج كرب العباد وتيسير أمورهم وفي الدنيا والآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال العلماء: لما هذا الفرح؟ قالوا: لما يفرج الله عز وجل بالصيام من الكرب وييسر من الأمور ويفتح من الأبواب المغلقة. ومنها من خصائص هذا الشهر أن ريح فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، هذا عند الله. وأنتم تعرفون أن الموازين عند الله تختلف عن الموازين عند عباده، فالإنسان لو تنفس في وجهك وهو صائم فربما أغلقت أنفك استقباحاً واستبشاعاً لهذه الرائحة، هذه الرائحة عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
ولذلك اختلف العلماء في السواك للصائم بعد الزوال، والقول الصحيح كما سيأتي جوازه قالوا لأمرين: الأمر الأول لعموم الأدلة الحاثة على السواك فإنها لم تفرق بين صائم وغيره، والأمر الثاني أن الخلوف مصدره ومنبعه خلو المعدة وليس هو من الفم، فمهما استكت أيها الصائم فإنه لن يذهب هذا الخلوف، لأن المعدة خالية فمنبعثه من المعدة لخلوها من الطعام وليس من باطن الفم. ومن خصائص هذا الصيام أن الله عز وجل لمحبته لهذه الشعيرة جعل باباً من أبواب الجنة يقال له باب الريان، لا يدخله إلا الصائم، فإذا دخلوا وانتهوا أغلق فلا يلجه بعدهم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن في الجنة لباباً يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. ومنها كذلك أن من قام لياليه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر من لياليه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أتحداك أن تجده في أي شهر من شهور السنة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن خصائصه أن الله خص فيه ليلة من الليالي جعلها أفضل من ألف شهر، وهي ليلة القدر، يقول الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فمن قام في تلك الليلة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها كذلك أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة في كل أيام وفي كل اللحظات، تبقى أبواب الجنة مفتحة لمن أراد الولوج فيها بإحسان التعبد لله عز وجل في هذا الشهر، ليلا ونهارا ما تغلق أبواب الجنة في هذا الشهر، وتبقى أبواب النار مغلقة موصدة في جميع لحظات وأجزاء هذا الشهر ليلا ونهارا ما تفتح ولله الحمد، وتبقى الشياطين مسلسلة في أصفادها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، أو كما قال وتصفد فيه الشياطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه خصائص تجعل العاقل يحرص الحرص الكبير على محبة مجيء هذا الشهر والفرح به، بل وأجاز العلماء بل واستحبوا أن يدعو الإنسان ببلوغ هذا الشهر. فالإنسان إذا دعا الله عز وجل ببلوغ هذا الشهر فإنه يدعو الله عز وجل بطول العمر لإدراك العمل الصالح، لإدراك العمل الصالح. ولذلك لا بأس أن نقول: اللهم إنا نسألك أن تبلغنا هذا الشهر غير فاقدين ولا مفقودين، هذا لا بأس به، دعاء لا بأس به، لا حرج فيه، ويكثر سؤال الناس يعني. وكذلك أن تقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا لا حرج فيه، ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف، لكن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدعاء الحل والإباحة، إلا الدعاء بما خالف الشرع، فلا يطلب في ألفاظ الدعاء دليل خاص. ولذلك عندنا بابان لا بد من التفريق بينهما: باب الدعاء وباب الأذكار. باب الأذكار الأصل فيه التوقف، لا تخترع أذكارا من عند نفسك وتعبد الله عز وجل به، وأما باب الدعاء فالأصل فيه أنه مفتوح، فلك أن تدعو الله عز وجل بأي لفظ أجراه الله على لسانك من غير طلب دليل خاص على هذه الألفاظ التي دعوت الله عز وجل بها.